السلام عليكم، مرحبا أعزائي المشاهدين والمشاهدات في عدد جديد من حصتكم حصة صراحة راحة. موضوعنا نهار اليوم راح يكون حول مدى وعي الجزائريين في ظل ظهور سلالة جديدة للكورونا سميت بدلتا. هو صح الأجل اللي يكتب بصح الكورونا هذه كاينة منها، لا خاطر كون جات ما كاش منها كون راه ما داتش، كاين ألوف اللي ماتوا بها الكورونا ونورمالمون نقول لهم كاع ديروا كمامات وديروا الوقاية، اللي ماش خايف على روحه يخاف على أمه ولا بي ولا خاوته. يعلى كل حال الشعب الجزائري باش نقولوا بلي واعي 100% ما كاش منه. ماهوش واعي، ماهوش واعي وليدي. لو كان جا واعي لو كان يخاف على يماه، يخاف على باباه، يخاف على ولاده. يعلى كل حال اجل بامر الله وكل حاجه بيد ربي سبحانه وتعالى، ولكن الانسان لا بد عليه من اخذ الاحتياط. الاحتياط واجب، ربي يقول خذوا حذركم. وهذا الوباء حتى في ساعه الصحابه عندما جاء الطاعون إلى غير ذلك كان موجود، ولكن الدولة احتياطات تاعو، مات اللي مات وحيا اللي حيا. أنا زعما كان نشوف نص المواطنين يستهزئوا زعما بهذا الفيروس، ونصهم زعما كانوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية. تسمى أنا نقول لكم أنكم تحموا رواحكم وديروا البابات من تخرجوا. واش أنا نشوف؟ الله ما على بالهم يا أخو، والله العظيم ما على بالهم، نكذب عليهم نقول لك على بالهم، والله ما على بالهم. تسمى دوكا من طفرة غير اللي واحد عنده امور، شي واحد مات له في واحد في الفاميليا ولا في دارهم ولا باش يشوفها بلي. نهار نصفيو القلوب يكونوا صافيين باذن الله ربي سبحانه يرفع علينا هاج. يفو بروند لي شوز او سيريو باسكو الدول عندما دو بريمير بويسونس مونديال ودوزيام بويسونس مونديال والناس وفرينات في هاد أو مش قولها لا تروازي، سي لا تروازيام كار مونديال. بالنسبة للشارع الجزائري في بعض الأحيان نشوف الأشخاص يحملون المعقم، الكمامات، موضوع مسافة الأمان، عدم المصافحة، نشتم بعض المحلات، يعني ما شاء الله شتم دايرين الجل في المداخل المحلات تاعهم، ينصحوا في الناس تركوا المسافات، عدم الاكتظاظ في المحلات. يعني هذه بالنسبة للشخص اللي شتا اليوم يعني في المنطقة اللي هنايا، والحمد لله. خذوا الاحتياطات تاعكم، يرحم الله والديكم، خذوا الاحتياطات تاعكم. لازم يكونوا الجمعيات، ولازم القناة التلفزيونية، ولازم الدولة الجزائرية تدير كاع المجهود المستحيل للشعب هذا، لازم يفيق ولازم يتوعى ولازم يعرف بلي هاد السلالة سلالة قاتلة. يعني احنا نقولوا لهذا الناس اللي راهي مش اخذة بهذا الامر، هذا الامر مو سهل، هذا الفيروس ما يرحمش. مرداد احنا نجيبوه، كيفاش كنا في 80 ولينا في 1500 ولا ما باليش شحال انا، ماشي نورمال اخو. لازم يديروا الكمامه وياخذوا لا ديسونسياسيون ويديروا الفاكسان، الفاكسان سي بريمورديال. الشعب ما يبقاش متكل غير على الدوله، على المستشفيات، الشعب هو اللي يدير الشيء هذا باش نخرج من البؤره هذه. درك الشعب هذا اللي يكون متكاتب ما بين بعضه وننصحوا بعضنا ونديروا مسافة الأمان والتقيد بالإجراءات ونديروا المعقمات والأخر، بالنسبة للشيء هذا الوباء هذا يندثر. فهمت عليا؟ هذا هو الشيء اللي لازم يكون المواطن الجزائري كامل يتكاتب ما بين بعضه وننصحوا بعضنا، والوباء هذا بإذن الله يروح. كما شفتوا أعزائي المشاهدين كانت هذه إجابات المواطنين حول موضوع تاع نهار اليوم. في نهاية عدد اليوم ما بقى لي غير نطلب من الله عز وجل أنه يرفع علينا هذا الوباء. ننصحكم كذلك أنكم تلتزموا بإجراءات الوقاية، وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.